الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق. تم إجراء الفحص المختبري ل 2756 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 132457. سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 95 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: في بغداد الرصافة 32، وفي بغداد الكرخ 26، وفي بغداد مدينة الطب 13 إصابة، وفي البصرة 18 إصابة جديدة، وفي كربلاء المقدسة إصابة واحدة، وفي ديالى 5 إصابات. وأيضا سجلت 113 حالة شفاء تام موزعة كالتالي: في بغداد الرصافة 33، وفي بغداد الكرخ حالة واحدة، وفي بغداد مدينة الطب 17 حالة شفاء تام، وفي النجف الأشرف حالتان، وفي البصرة 43، وفي كركوك 9 حالات، وفي واسط حالة واحدة، وفي أربيل حالة واحدة، وفي ذي قار 4 حالات، وفي صلاح الدين حالتان. مع شديد الأسف سجلت حالتا وفاة الأولى في بغداد الرصافة، وحالة الوفاة الثانية في بغداد مدينة الطب. وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق 2913 حالة، ومجموع حالات الوفاة 112، ومجموع حالات الشفاء 1903 حالات، وعدد الراقدين حالياً 898.